ست ام احمد لها اخت صديقه يعني، هي اديتها ست ام احمد اديتها 10,000، وبعدين الاخت دي قالت لها الغويشه بتاعتي دي معاكي. ساعتها كان عدد جرامات الغويشه بيعادل ال 10,000 اللي هي اديتهم ليها. فبتقول انه مر، قالت لها لو انا ما قدرتش بعد سنه اني اسدد فالغويشه دي خلاص تبقى بتاعتك. وبتقول انا بعد السنه هي فعلا سابت لها الغويشه لانها ما قدرتش تسدد المبلغ، ففي بقى زياده لانه الذهب غلي، فهي بتقول الزياده دي من حقي ولا ايه؟ يعني طبعا الاتفاق اللي كان بينكم ده هو مبني على التراضي، ودايما نقول ان باب التراضي ده واسع، والاتفاق نفسه في اصله مشروع لا شيء فيه يا ست ام احمد يا صاحبه السؤال. بالنسبه لشيرين ان ليهم جاره توفيت، وهي ست كبيره كانت سايبه مع واحده قريبه ليها 1,000 جنيه، ولاد هذه المتوفاه الله يرحمها ويغفر لها ويسامحها، أولادها دول بيشربوا مخدرات، سلوكهم مش مظبوط، فهي خايفة تقول لهم خدوا الألف جنيه اللي عندي عشان لا يتهموها بما هو أكبر. فهي إدت الألف جنيه لحفيدتها وقالت لها كأني أنا لا شفتك ولا أنت شفتين. طبعا أنا لما يكون عندي أمانة لحد عموما يعني لا دخل لي إن الورثة دول ناس ملتزمة ولا ناس مش ملتزمة، لا ده هيضيعوا الفلوس ولا مش هيضيعوها، لا ده دي مش قصتي. رد الحق لأهله واجب. طيب أنا عايزة أعلمهم بس أنا خايفة منهم، أعمل أي حيلة، أدي الفلوس زي ما أنت اديتي للبنت دي، قولي لها حطيه في مكان كلهم مش حطيه في دولاب من دولابها، فيبقى أنت كده على الأقل إذا أنت مش عايزة تظهري. لكن هو الأصل إن لابد من إعلام الورثة بذلك، فهم أصحاب الحق. إن خشيتي لفساد أخلاقهم ان هم ياذوكي، فحاجي للبنيه اللي انت قلت لها دي، قولي لها روحي حطيه في الدولاب مكان ما هي كانت بتحط الحاجه، سيبيه في اي مكان، فيبقى انت كده هم هياخدوه، هيعرفوا ان دي خاص بالست الوالده المرحومه وياخدوه، ويبقى اذا انت عاوز تعملي يعني حيله. لكن الاصل ان انا ادي الشيء لصاحبي تسليم الامانه لورثتها، لانه بعد وفاه هذه السيده صار ما تركته معك تركه ترد الى اهلها يا صاحبه السؤال. فاذا انا اخشى من هؤلاء بنعمل ارتب، مش ارمي الفلوس وخلاص، بحيث ان تبلغ الورثه حتى وان كان ذلك بالحيله، ان خشيتي يعني هلاكا او فسادا.